مساءكم سعيد مشاهدينا الكرام اينما كنتم واينما وجدتم، مرحب بكم في هذا العدد الجديد من برنامج عبر البرنامج. وكالعاده مشاهدينا نتطرق من خلاله الى ابرز المستجدات التي تشهدها الساحه السياسيه في الاونه الاخيره، ازمه سياسيه تشهدها البلاد منذ وحراك وقول ومسيرات بدات منذ 22 من شهر فبراير المنصرم، لتتواصل المسيرات الى يوم امس الجمعه العاشره على التوالي من مسيرات جابت العديد من ولايات الوطن. موضوعنا اليوم يتمثل في أن البعض أشار إلى نقص ملحوظ من خلال هذا المتظاهرين الذين يتوافدون إلى المسيرات التي تشهدها البلاد. هل أنتم مشاهدين أيضا تشاركون هذا الرأي أم تقولون أنه لا يوجد ربما رجوع في من ناحية المسيرات والمتظاهرين ولا زالت مستمرة ولا زال الحراك مستمر؟ للتواصل معنا ننتظر اتصالاتكم عبر الرقم 05 61 32 32 83، ونستقبل وياكم أول مكالمة هاتفية. ألو مساء الخير. مساء الخير. ألو مساء الخير، مرحبا بك. مساء النور. وش راكي لاباس؟ لاباس الحمد لله، وأنت لاباس؟ الحمد لله، مرحبا بك. خبريني الاسم من فضلك ممكن؟ نعم. الاسم ممكن يتكرر؟ جميلة من بومرداس. جميلة من بومرداس، مرحبا بك ومرحبا بسكان بومرداس. الله يسلمك. خبريني اكيد انه في ولايه بومرداس تشهد العديد من المسيرات على غرار كافه ولايات ربوع الوطن، هل انت من بين المشاركين في هذه المسيرات ام لا؟ انا كما نقول انا نشارك من ولادي اللي عاد يروحوا مع الزوج تاعي. نعم. وانا نتبع قناه الحياه، نتبع ذوك المسيرات، نحب كل راني معاهم. نعم. وكي شاركتني معاكم كل اللي راني ضمنت ليها. ها تشاركي في المسيرات منذ بدايتها، يعني منذ 22 من شهر فبراير. من 22 وكان نبدا في المسيرات، كاينه كي ولادي كاع العائله. الله يبارك، ربي يحفظهم لك. خبريني، البعض يشير الى انه منذ 22 من شهر فبراير صحيح كانت مسيرات ولا تزال الى غايه يومنا هذا الى انه هناك نقص ملحوظ من ناحيه عدد المتظاهرين والوافدين لهذه المسيرات. وش رايك انت؟ مازال المسيرة تكمل ومازال يخرجوا ما يعياوش حتى تحرر العصابة قاعيتك. وشنو الآن يصعب المسيرة هذه؟ ما يخلوش الغاشي تروح يديروا لي باص بالجمعة يا أخي، يصلوا ولا فرقة مور الجمعة يخرجوا يديروا المسيرة يردوهم من الطريق بدوا وسمسطاطا ناقة. وين تروحي تصدي لي باص في الطريق؟ يشوفوك بدرابو تاع الجزائر وبدرابو تاع القبائل. نعم. يردوك من الطريق يقول لك ما يخلوكش. نعم، يعني حواجز امنيه تمنع المتوافدين اللي نعم حواجز امنيه تمنع لقضاء الشعب. ها من هذا المنطلق لما ربما كل شخص من الزيت 140 ملايين مازالهم يخرجوا كاع، لما كاينهم يجوا في الليل يباتوا، كاينهم يروحوا في الليل. انا عندي ولادي كبار يروحوا في الليل. نعم. يروحوا يباتوا. يعني من بومرداس يتوافدوا للعاصمة باش يشاركوا في المسيرات. نعم. ربما لما اختاروا الجزائر العاصمة للمشاركة في المسيرات على غرار ولاية بومرداس الإبقاء على ولايتهم؟ لما اختاروا؟ كما يقولوا كشباب يحبوا يروحوا في الحماس بزاف، يعبروا بزاف على رأي تاعهم تما. ها لكن رغم ربما هذه الحواجز الأمنية إلى أنه الأبناء ديالك ربما كعينة، هل وصلوا إلى العاصمة وشاركوا في المسيرات أم كانوا؟ نعم وصلوا وشاركوا، ما يجوش حتى المرضى باش يتموا للدار. نعم. وما يجوش على لاتيلي يتفرجوا يشوفوا الحماس تاع الشعب. نعم، لكن كمختصر ربما الإشكالية اليوم، هل توافقين الرأي إلى أنه المسيرات بأكملها على غرار العائلة ديالك المشاركة فيها، هل تراجعت أم بقيت برمتها؟ لم تراجع، تكمل 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 ما تحبش في رمضان في العيد في أي وقت حنايا مازلنا معاها، ما نحبش حتى تخرج العصابة هذه اللي مازال بقات العصابة اللي قعدوا ويت مفوقع ولا اخر. هذا واش نصحو حنايا؟ حنايا نحوسو اللي تكملنا البلاد، وحدنا رئيس اللي يقلنا البلاد وماشي تاع الخارج، حقنا رئيس تاع الجزائر، تاع مقارين، عندنا العلماء، عندنا الاطباء، عندنا النساء، عندنا القضاء، عندنا الله يبارك ما شاء الله 48 ولايه عندها رجال واقفون لم يستطيعون. ربما كسؤال اخر باش نعطي الفرصه للاخرين يشاركوا معنا، كسؤال اخر ربما وش هو ابرز مطلب رفعتيه والعائله ديالك في الجمعه الاخيره يعني يوم امس؟ انا ولادي كما عاودت اسمحي لي كان عاودي لي باقي ما فهمتش. نعم عاودي لي برك. ها المطلب او الشعار اللي رفعتيه انت والعائله الكريمه في الجمعه الاخيره وش هو؟ انا نطلب ان شاء الله بنصلح يروح. نعم. وبدوي يروح، ولا الحكومه القديمه تروح
وان شاء الله نقدم بن صالح قايد صالح يهديها ربي. الدنيا هذه ما حدش يديرها معنا، يجيب لنا رئيس من البلاد واللي كاينين رجال كاينين يخدموا البلاد، كاين بزاف يجيب لنا رئيس يدينا العصابه العصابة. نعم وصلت الفكرة إذا من الأخت جميلة كانت معنا من ولاية بومرداس، الشكر موصول لها. هكا نخليو الفرصة الآخرين باش يشاركوا معنا عبر الرقم 0561 32 32 83. ننتظر مشاهدينا اتصالاتكم عبر هذا الرقم لمشاركتنا النقاش والإثراء برنامج اليوم الذي من شأنه أن يفسح لكم المجال بدرجة الأولى والذي هو منكم وإليكم لمناقشتنا النقاش ولمناقشتنا إثراء الحصة اليوم. حراك شعبي ومسيرات بدأت منذ 22 من شهر فبراير المنصرم والمتواصلة إلى يومنا هذا الجمعة العاشرة على التوالي، وسقف المطالب لا يزال في ارتفاع مستمر، والمسيرات هي بدورها لا تزال متواصلة، والحركة الشعبية لا يزال متواصل في ظل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، في ظل كل المستجدات التي تشهدها الجزائر من تطورات سياسية لما غير ذلك، إلى أنه المطالب لا تزال مرتفعة والمسيرات لا تزال مرتفعة، إلى أنه العديد من المراقبين والمتتبعين للشان السياسي وللأزمة السياسية التي تشهدها البلاد يقولون أنه هناك ربما رجوع من ناحية المتظاهرين الذين يشاركون في المسيرات المختلفة عبر ولايات ربوع الوطن، خصوصا عبر ولاية العاصمة التي تشهد ركود من ناحية المتظاهرين وركود من ناحية أيضا العديد من الأشخاص الذين يجوبون العديد من الولايات والذين يريدون ربما الولوج والدخول إلى ولاية العاصمة، لأنه هناك ربما حواجز أمنية على غرار جميع الطرقات التي تؤدي إلى ولاية العاصمة والتي تمنعهم أيضا من الوفود إلى هذه المنطقة، وبالتالي شهدت ولاية العاصمة ركود من ناحية المسيرات الأخيرة. هناك ربما اتصال آخر. ألو مساء الخير. ألو ألو مساء الخير. مساء الأنوار، مرحبا بك. مرحبا بكم، أهلا قناة الحياة. أهلا بكم. أها واش الموضوع تاعكم اليوم؟ أها موضوع تاعنا أكتبع في الحصة ما على بالكش. الموضوع تاعنا ممكن أول شيء تخبرني بالاسم ديالك ممكن؟ موسى من ولاية أم البواقي. موسى من أم البواقي، مرحبا بكم، مرحبا بسكان أم البواقي. موسى خبرت الموضوع الآن موضوعنا معليش مرحبا بك، يتمثل في أن المسيرات التي تشهدها البلاد البعض أشار إلى أنه هناك نقص من ناحية عدد المتظاهرين فيها، يعني المسيرات بدأت تتقلص، وش رأيك أنت؟ هل هي متمسكة في الزيادة؟ أظن شوف المسيرات معليش تتقلص، لكن فيها عراقيل تاع الأمن هي اللي تعقل المسيرات. نعم شفت لو تينيل دي فاك بلوكاو خلاص. توافق الرأي أن المسيرات تراجعت من ناحية العدد وتقلص عددها؟ شوية تقلص، ماهوش كيما المسيرات اللي قبله. نعم ما رأيك؟ نعم. وش هو السبب حسبك أنت؟ أنا السبب أختي هو لا هو لا لا هو التعليمات تاع الحكومة الغير شرعية. نعم. يقفلوا طرق، يقفلوا تينيل دي فاك، قفلوه ما خلاوش الطلبة يخرجوا. هذا ماهيش ديمقراطية يعني. نعم، لكن ربما لما لا من هذا المنطلق لما كل شخص لا يقوم بهذه المسيرات أو يشارك في المسيرات في الولاية ديالو؟ إيه شاركوا بالولاية تاعنا إيه. نعم، هل أنت من بين المشاركين في المسيرات أم لا؟ كل جمعة. هل أنت من بين المشاركين؟ نعم. هل أنت من بين المشاركين في المسيرات أم لا؟ نشارك في المسيرات رغم أنني مريض ولكن نشارك. ربي يشفيك. نعم، شاركت منذ الجمعة الأولى؟ نحيي الشعب كامل ونحيي الشعب المسيرات كامل. تحية متبادلة. تحية ليهم وكله تحية للجيش الشعبي الوطني. إذا خبرني هل شاركت منذ المسيرة الأولى إلى يومنا هذا، يعني إلى المسيرة العاشرة؟ إلى التاسعة فقط، شاركت حتى التاسعة. شاركت حتى التاسعة؟ لما تنازلت عن المسيرة العاشرة ربما بحكم ماذا؟ كلمة ولاية النابة قسنطينة نشارك. نعم، لكن تابعت ربما المسيرة الأخيرة التي شهدتها البلاد والتي كانت يوم أمس. يوم أمس المسيرة العاشرة. تابعتها ربما عبر وسائل إعلامية؟ تابعتها عبر شاشة الحياة. وش هي؟ والبلاد، ساعة الحياة ساعة البلاد. نعم، وش هي ربما ملاحظتك عن هذه المسيرة؟ هل تشاطر الرأي الذين يقولون أن هناك ربما ركود وتناقص من ناحية العدد أم لا؟
ما يعني التناقص ماهوش بزاف، قليل. نعم. شوية. ما يشي بالمسيرة الترتيب التاسعة والثامنة والسابعة، واش كيف. أها. فيه نقص شوية. أها. هل حسبك على غرار الحواجز الأمنية، هل حسبك المتظاهرين نقصوا من هذه المشاركة في المسيرات بحكم أنهم لباوا العديد من المطالب على غرار عدول الرئيس عن الترشح، على غرار استقالة عبد العزيز بوتفليقة، إلى العديد من المطالب، بحكم أنهم لباوا بعض المطالب ربما هناك ركود أم لا؟ إيه بعض المطالب فقط لكن ماهيش كاملة. نعم هذا لا شك فيه. مازالوا زوج باعات ما راحوش، لازم يروحوا. إيه. نعم إذا شكرا لك. إيه شكرا أختي. لازم على بدو يستقيل. نعم وصلت الفكرة. عبر قناتكم. نعم. إذا شكرا لك. علي بالاستقالة في أقرب الأجل. نعم وصلت الفكرة وهذا ما يطلبه العديد من المتظاهرين. الاستقالة به بالوزارة لأنها حكومة غير شرعية. نعم وصلت الفكرة، هذا ما يطلبه العديد من المتظاهرين، إزالة الباءات الثلاث على غرار طيب بالعيسى الذي استقال رئيس المجلس الدستوري السابق، على غرار أيضا الوزير الحالي وزير الأول نور الدين بدوي الذي مطالب بتقديمه للاستقالة، على غرار أيضا الحكومة التابعة له، على غرار الباءات الأخرى المتمثلة في كل من معاد بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني رئيس البرلمان، وعلى غرار أيضا رئيس الدولة الحالي عبد القادر بن صالح المطالبين بالرحيل. لا شك أن المسيرات متواصلة، ولا شك أن الحراك متواصل، ولا شك أن الجزائر تشهد بالفعل أزمة سياسية، إلى أنه البعض يشير إلى أنه هذه المسيرات التي بدأت منذ 22 من شهر فبراير المنصرم والتي لا زالت إلى يومنا هذا تشهدها البلاد على غرار كافة ولايات ربوع الوطن، البعض يشير إلى نقص ملحوظ من ناحية عدد المتظاهرين. ما رأيكم أنتم مشاهدين حول هذا النقطة وحول هذا المنطلق؟ ننتظر دائما اتصالاتكم عبر الرقم الذي سبق وذكرته، لا بأس أن نعيد بتذكير الرقم 0516232338. إذا شهدت الجزائر الجمعة العاشرة يوم أمس متتالية، بدأت منذ 22 من شهر فبراير، لا بأس أن نستقبل هذا الاتصال ولنا للحديث بقي. ألو مساء الخير. ألو 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 مساء الخير بالأخ، مرحبا بك، هل أنت في الاستماع؟ قالوا نعم. مساء الخير مرحبا بك. الله يسلمك مرحبا بك. ممكن تعرفني بالاسم ديالك ممكن؟ معليش ما نسمع فيك مليح، ارفع صوتك شوية. أنا نسمع فيك مليح أنا والمشاهدين، ممكن تخبرني بالاسم ديالك إذا تكرمت. معليش روحي زيد يكون هنا عمل الموضوع اللي هو. راح تعرف الموضوع لو تخبرني بالاسم من فضلك. أحمد من أحمد بلد. مرحبا بك أحمد. أحمد موضوعنا اليوم هو البعض يشير إلى أنه في هذه المسيرات التي تشهدها البلاد مسيرة أسبوعية تقريبا كل يوم جمعة على غرار أيام الأخرى التي يقومون الطلبة بالخرجات المسيرية يوم الثلاثاء، إذا كل يوم جمعة أكيد الجزائر تشهد مسيرات، لأنه البعض يقول أنه هناك ركود، يعني هناك نقص كبير من ناحية عدد المتظاهرين في المسيرة، وش رأيك أنت؟ نعم فهمت سؤالي؟ سؤالك راهي ما سمعتوش، عاودي لي يرحم والديك. اول شيء خبرني هل انت من بين المشاركين في المسيرات الاخ احمد ام لا؟ راني شارك وي. تشارك في المسيرات؟ ايه. وش رايك في المسيرات الاخيره من ناحيه العدد؟ هل العدد في ارتفاع يعني مقارنه بالاسابيع التي مضت؟ الحمد لله. خويا ونحي الحراك هذو الشعب هذا اللي راهي والشبان هذو الشباب هذو ان شاء الله ربي يوفقهم ويتنحى هذه العصابه هذه. نعم البعض يقول انه هذه المسيرات شهدت نقص من ناحيه عدد المتظاهرين، وش رايك انت؟ البعض يقول ذلك، البعض يقول. وانت ما الذي تقوله؟ هذا منبر اليك انت وكافه المواطنين. انا اشوفها باللي عاديه، باللي عاديه ما كان حتى طبعا وصلت الفكره. يعني العدد لا زال في مثل ما عرفناه في الاونه اللي سبقتها. هو ان شاء الله يزيد ويتضاعف وما نشحطين ان شاء الله حتى يخلط تخرج هذه الاصابه هذه. طبعا هو رايك وحنا نحترمه. خبرني الاخ احمد بحكم انك شاركت في المسيرات، وش هو المطالب اللي رفعتها في الاسبوع الاخير، يعني يوم امس الجمعه الاخيره، الجمعه العاشره. انا مطالب انه يكون تغيير للنظام هذا وتروح علينا هذه الاصابه هذه اللي مصاصين الدماء هذو. يروحوا علينا ويخطونا يخلونا ترونكيل وخلاص، هما الشعب يتلف شويه، ندوا الحريه ندوا الاستقلال ندوا
نعم. الشباب يقولوا لاباس بهم ان شاء الله باذن الله تعالى. نعم، إذا الأخ أحمد المطالب واضحة منذ البداية، تغيير كلي للنظام، لأنه النظام لم يتغير بعد كليا، لم يتغير بعد كليا، تم الاستجابة إلى بعض المطالب لأنه لم يستجاب إلى كافة المطالب كليا، لما حسبك هذا ربما التعنت؟ لما هذا التماطل في الاستجابة إلى كل هذه المطالب باختصار؟ إذا راح الأخ أحمد، انقطعت المكالمة مع الأخ أحمد، لا بأس أن نعود ونذكر بالرقم 0561 62 32 33، وننتظر مشاهدينا من قبلكم جميع اتصالاتكم عبر هذا الرقم الذي سبق وذكرته لمشاركتنا موضوع اليوم حول أهم وأبرز المطالب التي رفعت يوم الجمعة الماضية يعني يوم أمس، وأبرز البعض يشير إلى نقص ملحوظ في هذه المسيرات، ما رأيكم أنتم؟ البعض أيضا الآخر يقول مثل ما شاهدتم، الأخ أحمد قال أن المسيرات لا تزال متواصلة في عددها التي بدأت به، ولازال الحراك متواصل، ولازال المتظاهرون يخرجون ويجوبون كافة ولايات ربوع الوطن، تضارب في الآراء ومجموعة من الآراء سواء كانت مع أم ضد هذه الفكرة وهذا المنطلق، لأنه نحن بدورنا نحترمها مهما كانت إشكاليتنا لنهار اليوم. سؤالنا واضح، البعض يشير إلى نقص ملحوظ في هذه المسيرات الأخيرة مقارنة بالمسيرات التي بدأت منذ 22 من شهر فبراير، البعض يرجعها ربما إلى الحواجز الأمنية التي تشهدها كافة ولايات الوطن، إلى الطرق التي تؤدي إلى ولاية قول العاصمة بالأخص، والبعض الآخر يقول أيضا إلى أن المتظاهرون لبوا العديد من المطالب، وهذا ما يرجع ربما الركود ورجوع المتظاهرين إلى هذه الأمور. البعض أيضا يقول أن السلطة تنتهج سياسة جس نبض الشارع، بمعنى أنه كل يوم جمعة يخرجون المتظاهرين إلى الشارع، وهذا ربما راح يتعب أكيد المتظاهرين ولا يخرجون في مسيرات أخرى. كل شخص لديه وجهة نظر، إلى أنه ننتظر دائما مشاهدين اتصالاتكم عبر الرقم الذي سبق وذكرته، ولا بأس أن نستقبل هذه المكالمة وإياكم. ألو، مساء الخير. ألو. ألو، مساء الخير عليكم. مساء الأنوار، مرحبا بك الأخ رشيد. تحياتي قناة الحياة، إن شاء الله تبقى دائما حية إن شاء الله. إن شاء الله راح تبقى حية بكم أنتم. مرحبا إن شاء الله، والله يعطيكم الخير والعافية وراكم منورين الحالة. ربي يحفظك، منورة بوجودك الأخ رشيد. خبرني من وين تكلمنا؟ نعم. من وين تكلمنا الأخ رشيد؟ عمك الرشيد راه عضوك في مدينة الرواو. نعم. راني في مدينة قروة وفي بليدة. في البليدة، مرحبا بكم، مرحبا بسكان البليدة. خبرني الأخ رشيد، هل أنت من بين المشاركين في المسيرات في ولاية البليدة؟ المسيرة راه معادين، يعني المسيرة العاشرة الحالة ما كان والو، يعني أنا في رأيي وحسب واش نشوف، راح نتبعوا التلفزيون القنوات بزاف، الشيء ما يزيد ما ينقص، شوية المطالب راهي تزيد برك. اها، صراحة مانيش نسمع فيك الأخ مليح. أخ رشيد، هل شاركت في المسيرات في ولاية البليدة أم ربما توافدت إلى ولاية العاصمة للمشاركة في المسيرات أم لم تشارك بعد؟ أنا راني نسمع فيك. اها، هل شاركت في المسيرات أم لا؟ لا لا، شفت بعيني، ما شاركش بصح شاهدت بالعين. اها، يعني أنت من بين الذين يلاحظون ربما المسيرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر وسائل إعلامية. لا، شوف وسائل الاعلام تاع التواصل الاجتماعي ما نعرفش. اها، وش هي ملاحظتك عن عدد المتظاهرين منذ ما بدات المسيرات؟ يعني شوف، عدد انا شويه لاحظت بالتقدير تاعي عدد المتظاهرين ما انخفض، ما زاد، يعني ما زال هو شويه المطالب برك، يعني المطالب اللي شويه زادوا هذا ما كاين. اها، اكيد لا شك في ذلك انه تصعيد المطالب من جمعه الى اخرى، بحكم انك تقول انه العدد لا يزال مثل ما هو، يعني مثل ما بدا مثل ما هو الان. العدد يعني شغل، انا راني على حسب التقدير تاعي، حسب نتبع القنوات تاع التلفزيون ونشوف هكذا. نعم. ما زادوا ما نقصوا، شويه المطالب يا بنتي زادوا، ولكن كاين حاجه انا نتمناها ان شاء الله. نعم نعم، تفضل. كاين حاجه، كاين حاجة، كاين حاجة نتمناها إن شاء الله. تفضل. نعم. على كل حال، هو الدواء عند الجزائريين موجود، كاع عندهم الدواء تاع الأزمة هذه، كاع الشعب الجزائري كاع يملك الدواء تاع الأزمة، ونقول لك على الدواء تاع الأزمة وشنو هو؟ حل الأزمة حسبك أنت. حل الأزمة، حل تفضل الأزمة، تفضل. الرأي الخاص والدواء تاعها هو في السماح، يعني نستمحوا كاع لبعضنا بعض، كاع نصوت شوية شوية شوية
ونجمعوا على المائده ونتفاهموا ونحيوا الحاله. هذه اللي انا هذا هو الراي تاعي. مجموعه من المقترحات لحل الازمه السياسيه ولفك الازمه سواء من قبل المتظاهرين سواء من قبل النشطاء السياسيين الى انه لم يتم اخذها بعين الاعتبار بعد. حسبك لما هذا التماطل؟ لا لا ان شاء الله ياخذوها الشيخ يسمع ان شاء الله ياخذوها بعين الاعتبار ونضم انا السماح الدواء. احنا جزائريين، الجزائريين احنا كذا واش عندنا؟ نعم راك تسمع فيا؟ نعم انا نسمع فيك واصل. احنا الدواء تاعنا في الجزائر عندنا الدواء تاعنا هو السماح، السماح لو كان ما نسامحوش لبعضنا بعض لازم نسامحوا شويه كاع لبعضنا بعض. شوفي من هذا يعني المنطلق الانسان ظلم نشوفوا كيفاش نزكيو عليه ونسامحوه. احنا كاع جزائريين ما عندناش وطن واحد اخر اللي نعيشوا فيه. ها قلت انه لازم علينا انه نسامحوا، هل تعتقد حسبك انت من منطلق وش حكيت انه على المتظاهرين ان يقوموا بالعديد من التنازلات لفك الازمه السياسيه؟ الحل هذا هو لازم هكذا، لازم المتظاهرين لازم ينقصوا شويه ويستمعوا شويه، يسمعوا يعني. لكن في وقت سابق قلت انه نعم، لكن في وقت سابق الان قلت انه المطالب لا تزال مرتفعه والتصعيد في المطالب. ان شاء الله اشوف ان شاء الله المطالب مرتفعه صح، بس ان شاء الله لازم يكونوا العقال اهل الدوار واهل الخبره، لازم يكونوا العقال ان شاء الله يكونوا العقال اللي شويه الشعب يتبع شويه الراي تاعهم ويتبع شويه راي القائد تاعنا الماريشال تاعنا ما شاء الله عليه. نعم شكرا وصلت الفكره. وتحياتنا لكم وتحياتنا للجيش الشعبي الوطني وتحياتنا كاع للجزائريين. نعم تحية يعني متبادلة، شكرا لك. انا تحية كاع الجزائريين بالصالح بالطالح وان شاء الله نتسقموا في بعضنا بعض ونحيوا شوية غش ونتسقموا. نعم ان شاء الله نتسقموا ونتسامحوا، السماح هو اللي يداوينا ما عندناش دواء واحد اخر. نعم وصلت الفكرة اللهم امين. شكرا للاخ رشيد كان معنا من ولاية البليدة. في انتظار مشاهدينا اتصالاتكم عبر الرقم 0561-32-32-83. لا بأس أن أعيد وأذكركم بموضوع اليوم، الموضوع الذي يتمثل في أن البعض يشير إلى نقص ملحوظ من ناحية العديد من المتظاهرين. ما رأيكم أنتم مشاهدين في هذا الظاهرة؟ هل صحيح أن هناك نقص ملحوظ في عدد المتظاهرين أم تشاطرون رأي كل من المتصلين أحمد ورشيد اللذان تطرقا إلى أن المسيرات لازالت مثل ما هي، يعني منذ الحراك، منذ أول حراك وأول المسيرات التي كانت 22 من شهر فبراير المنصرم إلى يومنا هذا لا يزال العدد هو هو، ولا يزال تصعيد في المطالب، العديد من المطالب على غرار إزالة الباءات الثلاث، على غرار الطيب بالعيز رئيس المجلس الدستوري التي تم استقالته وقدم الاستقالة ديالو، إلى على غرار الباءات المتبقية كل من عبد القادر بن صلاح رئيس الدولة الذي مطالب بالرحيل وبتقديمه للاستقالة، أيضا نور الدين بدوي الوزير الأول وحكومته تصريف أعمال التي تدوم إلى المرحلة الانتقالية 3 أشهر يعني 90 يوما، على غرار أيضا معاد بوشرب الذي تم إضافته إلى الباءات العديدة. هو موضوعنا اليوم مشاهدين التصعيد في المطالب، لأنه المطالب تأتي في الجمعات وتأتي في المسيرات التي يقال من قبل البعض أن السلطة تنتهج جس نبض الشارع وتنتهج العديد من الأمور، وهناك تراجع وركود من ناحية العديد من المتظاهرين. هل أنتم توافقون هذا الرأي أم لا مشاهدين؟ ننتظر دائما اتصالاتكم عبر الرقم الذي سبق وذكرته. هل كنتم من بين المشاركين في المسيرات المليونية الحاشدة التي تجوب مختلف ولايات ربوع الوطن أم لا؟ إذا ننتظر اتصالاتكم مشاهدينا، لكن بعد هذا الفاصل الإعلاني القصير ولا نعود. عودة من جديد مشاهدينا الأكارم، لازلتم دائما متواصلون معنا من خلال برنامج عبر، ولازلنا بدورنا دائما ننتظر اتصالاتكم لمشاركتنا موضوع اليوم عبر الرقم 0561-62-32-83. سبق وذكرت بالموضوع، لا بأس إلا أن نذكر بالموضوع لكل من التحق بنا اللحظة. البعض يشير إلى نقص ملحوظ من ناحية عدد المتظاهرين في المسيرات الأخيرة مقارنة المسيرات التي بدأت منذ 22 من شهر فبراير منصرم، يعني المسيرة الأولى. ما رأيكم أنتم حول هذا الموضوع؟ نستقبل وياكم هذه المكالمة الهاتفية ونقول ألو. ألو ألو مساء الخير. مساء الخير، مرحبا بك الأخ.
الو الو، مساء الخير. نعم، اذا هل انت في الاستماع؟ الو، اذا انقطعت المكالمه مع المتصل في انتظار ان يتم استقبال مكالمه اخرى عبر الرقم 05 61 32 32 83. اذا هناك مكالمه اخرى. الو الو الو. نعم مساء الخير. نعم مساء الخير. الو مساء الخير، انا اسمع فيك الاخ، تفضل. نعم مرحبا بك. نعم مساء الخير. اذا نعتذر عن المكالمه الرديئه في انتظار اتصالاتكم مشاهدينا عبر الرقم الذي سبق وذكرته 05 61 32 32 83. اعود واذكر بالموضوع لكل من التحق بنا اللحظه. سبق وذكرت ان البعض من المراقبون والبعض من المتتبعون للشان السياسي ولمختلف القضايا والمستجدات التي تشهدها الساحه السياسيه في البلاد وفي الجزائر في الاونه الاخيره، البعض اشار الى نقص ملحوظ في من ناحيه عدد المتظاهرين الذين يتوافدون في كل مره خصوصا الى ولايه العاصمه. اذا هل انتم من بين الذين يقولون ان هناك نقص ام لا تشاطرون هذا الرأي؟ ننتظر مشاهدينا اتصالاتكم. إذا لا بأس أن نعيد ونذكر بخلفية الموضوع. تشهد الجزائر منذ 22 من شهر فبراير المنصرم مسيرات مليونية حاشدة عبر كافة ولايات ربوع الوطن على غرار ولاية العاصمة. أيضا العديد من الجزائريين يتوافدون خصوصا إلى ولاية العاصمة للمشاركة في المسيرات، لأنه هناك أو أرجع البعض النقص الملحوظ إلى الحواجز الأمنية التي تشهدها البلاد خصوصا عبر الطرقات التي تؤدي إلى ولايات العاصمة. إذا هناك مكالمة. ألو مساء الخير. ألو 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 مساء الخير. مساء الأنوار، مرحبا بك الأخ. مرحبا بكم. ها الاسم من فضلك؟ مختار من خرطة. مختار مرحبا بك. من خرطة. نعم من خرطة. خرطة مرحبا بك مختار. خبرني، هل كنت من بين المشاركين في المسيرات أم لا؟ نعم بيان سور ستصافي نورمال. ها تشارك منذ 22 يعني المسيرات العاشرة شاركت فيها؟ لا لا، منذ 16 فبراير، باسكو 16 فبراير بدات في خرطة، ما بداتش في بجاية ولا في العاصمة، بدات في خرطة من 16 فبراير. ها في فرنسا؟ بدات في خرطة. ها وصلت الفكرة. البعض أشار إلى أنه هناك نقص ملحوظ في عدد المتظاهرين في المسيرات الأخيرة، وش رأيك أنت؟ لا لا الكونترير، هنايا كل ما تزيد. أها كل ما تزيد، كل جمعة تزيد أكثر من الجمعة اللي فاتت. يعني هناك تصاعد في عدد المتظاهرين، لا يوجد نقص؟ لا لا كاين زيادة، كل جمعة تزيد. يعني أنت من بين الذين يقولون أنه لا، المتظاهرين لا يزالون ربما يتوافدون أقول إلى المسيرات ومتمسكون بشعار لا رجوع حتى نحقق جميع المطالب وحتى نزيح كافة النظام. بيان سور أكيد. ها نعم واصل، وش هي ربما المطالب اللي رفعتوها؟ المطالب مضمومة حاجة باينة، يكملوا الباعة اللي بقاو للدو ومع السيد بوتفليقة وجمعته. نعم وصلت الفكرة. هل حسبك أنت سيتم استقالة هؤلاء، يعني قدموا الاستقالة ديالهم ويتم ربما تلبية المطالب للمتظاهرين أم لا؟ سي اوفيسيال، سي اوفيسيال يعني حاجة رسمي راح يستقلوا، مي وشنو ما يحبوش يتلقوا ديبوزيو الاستقالة على اساس فاسيلمون اوتوماتيكمون، هما كل خطرة يجيبوا لاشونسون جديدة. البعض يريد تأطير الحراك على غرار الفريق أحمد قايد صالح الذي أشار في بيانه الأخير وفي خطابه الأخير إلى تأطير الحراك وتنظيمه، هل أنت مؤيد للفكرة أم لا؟ مدام القايد صالح، القايد صالح دي كوموندي فيها سعيد بوتفليقة، هو غير يطبق برك. أنا لا أتكلم عن الفريق أحمد قايد صالح بل عن تأطير الحراك والمسيرات، ما رأيك؟ كيفاش ماذا ما فهمتكش؟ تأطير المسيرات من قبل شخصية تؤطر الحراك وتوطي المسيرات، يعني مش حتكون مسيرات شعبوية بل تكون في إطار محكم. مانيش نسمع مليك. معليش شكرا لك الأخ. مانيش نسمع مليك. معليش شكرا لك، شكرا على الاتصال أخ مختار.
كنخليو الفرصه للبقيه للمشاركه معنا حول هذا الموضوع ومن خلال برنامج عبر عبر الاتصالات المذكوره عبر الرقم الذي سبق وذكرناه. لا باس نعيد بتذكير الرقم 0561 32 32 83 هو الرقم الذي نتواصل واياكم من خلاله عبر هذا الرقم لمشاركتنا النقاش وموضوع اليوم ولاثراء البرنامج مشاهدينا الذي من شانه ان يفسح لكم انتم المجال للادلاء بمواقفكم لاهم القضايا الراهنه واهم المستجدات التي تشهدها البلاد في الساحه السياسيه الاخيره. البعض يشير الى نقص ملحوظ من ناحيه عدد المتظاهرين، يرجعه البعض الى تراجع من قبل العديد من المتظاهرين، فيما يرجعه البعض الى ان السلطه تتعنت وتنتهج سياسه جس نبض الشارع، فيما يرجعه البعض الى بعض الحواجز الامنيه التي ربما تمنع بعض المتظاهرين للتوافد الى ولايات العاصمه للمشاركه في المسيرات. كل هذا وذاك مشاهدينا عباره عن حوارات نناقشها واياكم، مجموعه من الاقتراحات وبدورنا نحترمها كلها مهما كانت. ننتظر مشاهدينا اتصالاتكم اينما كنتم واينما وجدتم. اذا تشهد الجزائر والبلاد ازمه سياسيه بدات بقرار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقه الذي قدم استقالته بقرار ترشحه لعوده خامسه لتنقلب البلاد بمسيرات سياسيه او مسيره تقول سلميه. جابت العديد من ولايات ربوع الوطن بدات منذ 22 من شهر فبراير المنصرم والمتواصله الى يومنا هذا مسيرات جابت العديد من الولايات وهي المسيرات العاشره تشهدها البلاد، يتكلم عنها العالم باسره، يتكلم عن حضاراتها، عن سلميتها، عن شبابها الواعي، عن السلميه التي وصل اليها العديد من المتظاهرين الجزائريين الاحرار. هذا كل ما سنناقشه اياكم. ياتي كل هذا ربما مشاهدينا اثناء القضاء الذي إذا هناك اتصال مشاهدينا، لكن بعدها نكمل الحديث. ألو مساء الخير. ألو 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 مساء الخير، مرحبا بك الأخ. ألو 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 مساء الخير، مرحبا بك، راك تسمع فيا؟ إذا انقطعت المكالمة لا بأس أن نعيد ونذكر بالرقم 0561 32 32 83 هذا هو الرقم الذي ننتظر اتصالاتكم من خلاله لمشاركتنا موضوع اليوم مشاهدينا. يأتي كل هذا الحراك وكل هذه المسيرات الجمعة العاشرة. إذا هناك اتصال. ألو ألو مساء الخير، مرحبا بك. مساء الخير أختي. الاخ الاخضر، السلام عليكم، واش راكم؟ مرحبا بك الاخ الاخضر معايا. لاباس، يرحب بك الخير ان شاء الله. مرحبا بك. اذا خبرني بالاسم ديالك. نعم، الاسم ممكن؟ اسم الاخضر من باتنا. الاخضر من باتنا، مرحبا بك الاخ الاخضر. نعم. خبرني، هل شاركت في المسيرات في ولايه باتنا؟ ماذا اقول لاختي؟ الجمعه، هذه الجمعه لن تكون جمعه مطالب وفقط، وإنما كانت جمعة استفزاز وتحدي. أها، هل شاركت أم لا؟ ما وصلتنيش الفكرة. لا أقول من طرف شباب الحراك، وإنما من قبل آخرين اندسوا داخل هذا الحراك. أها، صراحة ما سمعتكش مليح الأخ الأخضر، ممكن تعيد الفكرة؟ الذي قلت لك من طرف آخرين اندسوا داخل هذا الحراك. شاركت في الحراك. لا يدري ولا يعلم من يتكلم، أما هؤلاء المندسين فهم عبارة عن نخبة لا تمثل إلا نفسها. أها، عن أي نخبة تتكلم أنت؟ تسمعي فيا؟ لا لا أسمعك، صراحة لا أسمعك. هل شاركت في المسيرات أم لا في ولاية باتنا باش نكونوا؟ لا اسمحي لي اسمعي لي، لا تمثل إلا نفسها، وهدفه هدفها هو الوصول أو جر البلاد والعباد إلى ما ليس. ليس هذا سؤالي الأخ، ممكن ولا لأمتنا. أها، راح نخلي لك المجال تتكلم الشيء اللي حبيته الأخ الأخضر، بحكم أنك أنت في برنامج عبر، البرنامج الذي يفسح المجال للكل للإدلاء بأهم التفاصيل وأهم الآراء، ونحن بدورنا نحترم جميع الآراء، لكن لا بأس أن تشاركني وتشاطرني الرأي. أنا طرحت عليك موضوع واضح. الله، عن أي فئة تتكلم؟ اسمعني من فضلك، هكا باش نخليه أسلوب الحوار. من المسار تاعو. اها، عن اي فئه تتكلم الاخ الاخضر ممكن؟ عندها حق، لازم نكونوا صادقين مع
انقطعت المكالمة، لا بأس أن نعيد ونذكر بالرقم 0561-32-32-83، ولا بأس أن يكون لدينا أسلوب حوار لنناقش وياكم بطريقة حضارية مثل المسيرات التي تشهدها البلاد التي هي مسيرات حضارية وسلمية 100%، والكل والعالم بأسره يتكلم عنها، عن سلميتها وعن شبابها الواعي. إذا مسيرات يرفع من خلالها العديد من المتظاهرين العديد من المطالب، وسقف المطالب لا يزال في ارتفاع مستمر من جمعة إلى أخرى، إلى أنه البعض يشير إلى أنه هناك نقص ملحوظ من ناحية عدد المتظاهرين وعدد المشاركين في المسيرات. هل أنتم أيضا تشاطرون هذا الرأي أم لا مشاهدين؟ كل هذا وذاك نناقشه وإياكم عبر الرقم الذي سبق وذكرته. المسيرات مشاهدين الأخيرة تأتي في ظل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، تطالب بالباءات الرحيل على رأسهم رئيس الدولة عبد القادر بن صالح المرفوض من قبل العديد من المتظاهرين، عبد القادر بن صالح الذي استدعى الهيئة الناخبة وأمضى على اتفاقية استدعاء الهيئة الناخبة ليباشر بذلك رسميا الاستحقاقات المقبلة التي ستكون حسبه يوم الرابع من شهر جويلية، الاستحقاقات المرفوضة من قبل الحراك ومن قبل المسيرات ومن قبل أيضا قضاة ورؤساء بلديات الذين يقاطعون تنظيم هذه الانتخابات أقول وهذه الاستحقاقات التي ستكون القادمة، أي انعكاس هذا عن المصداقية الانتخابات. إذن أيضا تأتي هذه المسيرات في ظل مكافحة الفساد وجملة من الاعتقالات التي تشهدها الجزائر، التي طالت العديد من رؤساء ربما رموز الدولة، التي طالت أيضا إلى العديد من الشخصيات فتحت ملفاتهم وتم استدعائهم إلى القضاء من بينهم رجال أعمال. إذن البعض مشاهدينا لا بأس أن نعيد ونذكر بالموضوع، البعض يشير إلى أن هناك نقص ملحوظ من ناحية عدد المتظاهرين في هذه المسيرات الأخيرة مقارنة بالمسيرات الأولى، مقارنة بالمسيرات التي بدأت منذ 22 من شهر فبراير المنصرم إلى يومنا هذا. إذن هناك مكالمة أخرى. ألو مساء الخير. مساء النور. مساء النور، مرحبا بك. الله يسلمك. أها، ممكن تعرفني بالاسم ديالك؟ محمد من العاصمة. محمد من العاصمة، مرحبا بك الأخ محمد ومرحبا بسكان العاصمة. الله يسلمك، ربي يحفظك أختي. العاصمة محمد، خبرني هل شاركت في المسيرات في ولاية العاصمة أم لا؟ أنا كنت عامل في الجزائر العاصمة، شاركت في المسيرات وكنت خدام لا غالب، ما قدرتش بطولش بزاف. يعني أنت بحكم ارتباطك بالعمل ديالك تشارك بصفة هكا منتظمة كنت خدام الله غالب. المشاركة تاعي كانت في الأولى والثانية حتى التاسعة، العاشرة بكل اللي ما قدرتش. تعذر عليك ذلك، ونحن بدورنا نحترم ذلك. الأخ محمد خبرني، هل أنت من بين الذين يلاحظون أن هناك عدول عن الترشح في المسيرات أم لا؟ المسيرات كانت عموما عدول في المشاركة كما الاولى كما الاخرى، ما كاش كاين عزوف على المشاركه. نعم. بالك هاد العزوف نوعا ما راجع الحواجز الامنيه اللي كانت بكثافه ليله الخميس. نعم. وتعدل على المواطنين باش يلحقوا للعاصمه. ها، ربما مش هو الجواب ديالك للاشخاص الذين يقولون انه هناك ركود وتراجع من ناحيه عدد المتظاهرين؟ الجواب تاعي ما كانش كاين ركود. نعم. عدد المشاركين اللي راهم يشاركوا في كل جمعه يخرجوا للشارع. نعم. باسكو المطالب تاعهم باينه. اها، واضح. رحيل النظام السابق. نعم. وباش يجوا ناس يكونوا في حسن المستوى. نعم. هل حسبك الباءات ستستجيب لهذه المطالب الاخ محمد؟ الباءات باش تستجيب المطالب تاع الشعب. نعم. الظروف اللي رانا فيها دوك صعب جدا. يعني سيستغرق وقت. لو كان باسكو علاه؟ باسكو مازال الشعب المتظاهرين. نعم. مازال ما اتفقوش على رجال باش يخرجوا الجزائر من الازمه هذه. هل انت من بين الذين يقترحون ربما شخصيه تقود الحراك وتؤطره؟ انا 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 وحدي ما نقدرش نختار شخصيات، مي كي نشوفوا المطالب تاع عموما تاع المتظاهرين كاين شخصيات مقترحه،
كاين رئيس سابق يمين زرواله مقترح بقوه. نعم، لقياده المرحله الانتقاليه. نعم، مقترح لقياده المرحله الانتقاليه، لانه الان يقود المرحله الانتقاليه رئيس الدوله عبد القادر بن صالح المرفوض. عبد القادر بن صالح رئيس دوله دستوريا، عين دستوريا، لكن الشعب رافض. نعم، جمله واضح وتفصيلا لعبد القادر بن صالح. ها، هل حسبك سيقدم استقالته بحكم انه الشعب رافضه؟ انا نقدر نقول يقدم استقالته اذا كان كاين البديل. نعم، ما يقدمش استقالته هكذاك بس. نعم، باش الجزائر ما تكونش ما تعرفش الفارق الدستور. ها، هل تعتقد انه في خضم 3 أشهر، يعني في خضم قياده المرحله الانتقاليه من قبل عبد القادر بن صالح، وقت كفيل لاخراج ربما رئيس دوله جديد؟ رابع جويلية، رابع جويلية اسمه يوم، هو يوم الاستحقاقات القادمة. نعم، هو غير كفيل، هو غير كفيل لإخراج رجل مثل من رجل يكون يخرج الجزائر من أزمة اللي راهي فيها. نعم، إذا شكرا لك. الله يسلمك وبارك الله فيكم، وشكرا لقناة الحياة. نعم، وشكرا لك خصوصا. نعم، وربي ربي ان شاء الله تكون قناه الحياه منبر لكاع الشعب الجزائري ان شاء الله. ان شاء الله دائما حنكونوا عند حسن ظنكم. شكرا لك، كان معنا الاخ محمد رزقي من العاصمه. اذا ننتظر مشاهدينا اتصالاتكم عبر الرقم 05 61 32 33 83 لمشاركتنا موضوع اليوم اخر المستجدات التي تشهدها الساحه السياسيه والازمه السياسيه التي تشهدها البلاد. حراك ومسيرات بدات منذ 22 من شهر فبراير المنصرم، ولا تزال ولا شك في ذلك، الحراك لا يزال متواصل والمسيرات لا تزال متواصلة والمطالب لا تزال مرتفعة، وهناك تصعيد في المطالب. بدأت المطالب بعدول أو طلب عدول الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن الترشح، أيضا تقديمه للاستقالة. بدأت أيضا بتغيير كل النظام، ووصلت إلى محاربة الفساد ومحاربة كل ربما رجال الأعمال الذي يطال اعتقالاتهم في هذه الأثناء. إذن العديد من الأشخاص أو العديد من المتتبعين أقول إلى الشأن السياسي والمراقبين أشاروا إلى أنه هناك نقص ملحوظ من ناحية عدد المتظاهرين، إلى أنه البعض يقول أنه لا هنا ليس هناك ربما رجوع في عدد المتظاهرين، والكل لا يزال متظاهر ولا يزال يخرج في مسيرات مليونية حاشدة والمطالب لا تزال مرتفعة. إذا هناك اتصال آخر. ألو، مساء الخير. الو، مساء الخير. مساء الانوار، مرحبا بك. الو. نعم، نسمع فيك، مرحبا بك الاخ. مساء الانوار، معك فؤاد من باب الزوار. فؤاد، مرحبا بك ومرحبا بسكان العاصمه، مرحبا بسكان باب الزوار. شكرا لك. فؤاد، خبرني الموضوع الان فيما يخص انه اشرتم في برنامجكم نقص عدد المتظاهرين. نعم، هو صراحه كان نقص في العاصمه بسبب كثرة الحواجز الأمنية من جهة الشرقية، من جهة الدار البيضاء. نعم، وخاصة من جهة زيرالدا. يعني اليوم السلطات الأمنية عموما عملت على إنقاص الضغط عن العاصمة حتى لا يصل المتظاهرون للعاصمة. نعم، من هذا المنطلق هل حسبك أن المتظاهرون سيجوبون ولاية العاصمة رغم كل هذه الحواجز الأمنية أم مستقبلا، يعني في الجمعة 11 سيتم ربما مشاركة المتظاهرين لكل في ولايته، لا يوجد توافد في العاصمة؟ هي العاصمة صراحة يحبوا يجوا العاصمة باش يتظاهروا، يقول لك انه نوصلوا رسالتنا اكثر بحكم انه كل الهيئات الحكومية متواجدة في العاصمة، وتكون طبعا كل الانظار عن العاصمة صراحة على غرار ولاية اخرى. نقولوا برج بوعريريج سجلت حضور قوي على غرار العاصمة. هذه الجمعة العاشرة كميزة للجمعة العاشرة، لكن المتظاهرين يصروا يجوا العاصمة، يقول لك باش نوصلوا رسالتنا اكثر. ها، يعني النقص الملحوظ التي تلاحظه أنت فؤاد من العاصمة ترجعه إلى الحواجز الأمنية التي تشهدها البلاد؟ نعم، بطبيعة الحال النقص كان بسبب الحواجز الأمنية، الضغط على الشعب بصريح العبارة باش ما يوصلش. ها، نعم، إذا وصلت الفكرة. البعض يقول أن السلطة تنتهج سياسة جس نبض الشارع وجس نبض العدد المتظاهرين، ما رأيك أنت في هذه النقطة؟
والله ما سمعتك تعودي للسؤال من فضلك. البعض يقول أن السلطة تنتهج سياسة نوعا ما لجس نبض حركة الشارع، وربما للمتظاهرين يتعبوا من جمعة إلى أخرى، وبالتالي المطالب تنقص وعدد المتظاهرين يتراجعوا. وش رأيك أنت في هذه النقطة؟ سمعتني الأخوات؟ السلطة كانت لها سياسة أخرى في استفزاز الشعب ربما، أو خلق مثل آخر لتكثير المظاهرات عموما، وحتى يكون ربما نقول لك بعض الآراء تقول وجود أطراف مندسين داخل الحراك لتغيير من مسيرته السلمية. نعم، ربما كحل للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، التي تشهد مسيرات عاشرة على التوالي 10 أسابيع، وش رأيك أنت، ما هو الحل حسبك أنت كمواطن تقترحه للسلطة؟ هل أنت مع الحوار أم لا؟ الحل اليوم صراحة هو اللجوء دستوريا إلى طرح البديل. إذا ممكن ترفع الصوت ديالك الأخ فؤاد. نعم واصل. الحل اليوم هو اللجوء إلى حل دستوري واختيار البديل، لأنه يقعدوا هكذا في المسيرة مسيرات ما راهوش حل أصلا. أصلا نعم. السلطة هنا راهي بصياغة أخرى، تمديد آخر للفترة. نعم نعم، إذا الحراك شهد جمعته 10 على التوالي، فيما هناك دعوات لشخصيات تقود الحراك وتقود المسيرات، وش رأيك أنت الأخ فؤاد؟ الحراك هو ليس موقد، لأنه لو كان الحراك صراحة مسير من جهة أطراف لا نجح، لكن اليوم بسلميته صح هو سلمي ونقولوا طوب دي طوب ويواصلوا، لكن ما كانت المطالب حد الآن تعنت من السلطة، لابد طريقة أخرى للاستجابة. نعم. إذا هل أنت مع الاقتراح أنه يوجد تطير للحراك أم مع الإطار الشعبوي أو إبقائه على حاله؟ الحراك من الأحسن أن يؤطر، ونخبة من كل ولاية على الأقل 3 أو 4 ممثلي الحراك للحوار والتفاوض، يتحاورون مع من؟ الفوضوي. نعم، لكن يتحاورون مع من؟ ويتفاوضون مع من؟ كيف يتفاوضون مع من؟ هناك من يمثل السلطة، السلطة ما ليست مثل غازي عبد القادر بن صالح، الجزائر نعم. ليست عقيمة حد الآن. نعم. من هي الشخصية التي يتم ربما التفاوض معها على غرار عبد القادر بن صالح حسبك أنت؟ حتى يكون التفاوض على غرار عبد القادر بن صالح يطرح البديل، هناك من هم أود للحكم في الجزائر، بس الشعب يقول لك اليوم التفاوض ما راح يكون مع الوجوه القديمة، لازم تكون نعم. وجوه جديدة بنفاوضوا، هذه حاجة طبيعية وواضحة. لكن هل تعتقد أنه ألا تعتقد أنه المطالب واضحة لا تحتاج إلى حوار وتفاوض؟ نعم. ألا تعتقد أنه المطالب واضحة فقط يجب تطبيقها لا تحتاج إلى حوار وتفاوض؟ نعم، المطالب شعبية عفوية واضحة، روحوا رحل الوجوه القديمة، قال لكم الشعب روحوا بصح احنا بطريقة أخرى، بس ما نستغبوش المشاهد الكريم. نعم. يروحوا بالبديل، مادام تقول تروح اقترح البديل. نعم، لكي لا تشهد الجزائر بذلك فراغ دستوري. نعم. شكرا لك، وصلت الفكرة الأخ الوقت سؤال. من جهة وتطرح نفس الوجوه، هذا الشعب راح يستفزه اكيد. نعم، وصلت الفكره، شكرا لك. العفو، شكرا لكم وبالتوفيق لقناه الحياه الجزائريه وبرنامج عبر هذا اللي راكم تفتحوا فضاء لكل المواطنين في ابداء رايهم. شكرا. شكرا لك، شكرا، وصلت الفكره للاخ فؤاد، كان معنا من ولايه العاصمه. شهدنا مشاهدينا واياكم العديد من الاتصالات جابت العديد من ولايه ربوع الوطن. دائما مشاهدينا هذا البرنامج اقول واذكر انه منكم واليكم، يفسح لكم المجال للحديث عن مختلف المواضيع التي تشهدها الساحه السياسيه في الاونه الاخيره. ازمه بدات منذ 22 من شهر فبراير منصرم، بدأت بمسيرات سلمية حضارية لشباب واعي برز نفسه عبر المجتمع بأسره، لأنه العديد يقول أنه هذا ربما المتظاهرين لا يشهدون ركود من ناحية موافقتهم على إبداء رأيهم في المسيرات السلمية التي تشهدها البلاد. كان هذا مشاهدينا موضوع اليوم الذي فتحنا من خلاله برنامجنا. البعض أشار أيضا إلى نقص ملحوظ من ناحية عدد المتظاهرين
الوافدين إلى هذه ربما المسيرة السلمية، خصوصا في ولاية العاصمة التي تشهد ربما من قبل العديد من رجال الأمن ربما حواجز أمنية لكي لا يتم ربما توافد العديد من المتظاهرين إلى ولاية العاصمة. كان هذا موضوعنا مشاهدينا، بهذا نصل وإياكم ونأتي وإياكم إلى نهاية هذا العدد، سيكون لنا موعد لاحق بحول الله. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتقبلوا تحيات الفريق التقني والطاقم العامل معي والذي عمل معي نهار اليوم، أقول إلى ذلك الحين السلام عليكم، شكراً.